ويعد سباق الفورمولا 1 داعما قويا للقطاع السياحي في مملكة البحرين، حيث تعد المؤشرات السياحية للسباق هذا العام متماشية مع استراتيجية السياحية 2022-2026. قصة نجاح جديدة خطها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2023، تضاف إلى سجل النجاحات الكبرى لمملكة البحرين وبصمة أخرى مضيئة على خارطة السياحة العالمية، حيث أن هذا الحدث الرياضي العالمي ساهم في انعاش القطاع السياحي في مملكة البحرين من خلال جذب السياح إلى مملكة البحرين، وساهم في تحقيق أهداف السياحة الرياضية والتي تأتي ضمن استراتيجية السياحة من خلال تنويع المنتج السياحي، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة على مستوى المنطقة. وهذا ما تشير له المؤشرات السياحية الحالية من خلال تكاتف جميع الجهات والقطاعات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، والذي يأتي من خلال الحجوزات الفندقية التي شهدت إقبالاً كبيراً بنسب كبيرة جداً خلال فترة استضافة سباق الفورمولا 1، حيث وصلت نسبة الإشغال في عدة فنادق إلى 100%، ما يجعل هذه الفترة من أفضل فترات العام من حيث الإشغال الفندقي، بالإضافة إلى مشاركة أعداد كبيرة من المطاعم والمقاهي في المهرجانات والفعاليات المصاحبة للسباق. تلك المؤشرات مكنت ضيوف البحرين من أن يلمسوا بأنفسهم النجاح الذي يحققه سباق الفورمولا 1 الذي تمكن من استقطاب حوالي 100,000 زائر، نصفهم من الزوار الدوليين، إضافة إلى اطلاعهم على تكامل وتطور مختلف مرافق القطاع السياحي في مملكة البحرين. إنما تحقق من إنجاز يثبت للعالم أجمع قدرة مملكة البحرين على استضافة الفعاليات الدولية بكل كفاءة واقتدار وبسواعد أبناء البحرين المخلصين، إذ أصبحت المملكة اليوم مركزاً حضارياً مرموقاً ورسخت اسمها عالياً خفاقاً على خارطة السباقات الدولية لتحقيق التطلعات المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة وتحقيق المزيد من النجاحات لحلبة البحرين الدولية ومردوداتها على الاقتصاد الوطني.